اترك انا عم بفكر. قول بسرعة، في عندك خبر حلو لأنا؟ خلينا نشرب كاسنا. أنا حاسس إني مبسوط. جميلة خانم، كل أسهمها اللي كانت بتملكها بشركة كارج اضطرت اليوم تبيعها. مزبوط هذا خبر؟ جميلة، ما بقى موجود بالشركة؟ ما بقى أعلى شيء؟ جميلة خانم صارت مثل أي حدا هلأ، عاطلة عن العمل وفقيرة وكمان ست بيت، وهلأ رح نشرب بشرف هالمناسبة. أنا بدي بارك لحضرتك ينعم بيك، حضرتك حدا كتير ذكي ومهم بشغلك. جميلة هلأ بلا شغل وفقيرة، رجعت ست بيت. تولين، تولين. نعم سلمى خانم. كنان بيك ما رجع؟ لا لسه ما رجع يا خانم. طيب علي بيك اتصل بحضرتك بس كنتي نايمة. ليش اتصل؟ ما بعرف، قال لي بس تفيق تدقي له. خديني على الصالون. أمرك يا خانم. الو. مرحبا علي بيك، انا سلمى، حضرتك طلبت انه تحكي معي. ايه مزبوط، انا اتصلت سلمى خانم، لا تاخذيني يعني، بس لازم خبرك باللي عم يصير هون بالشركه، وبظن انك رح تقدري تساعدي. شو المشكله علي بيك؟ بالشغل صاير شغلات مو منيحه ابدا، ولازم يكون عندك علم. شو صار؟ ما بعرف شي بنوب. الو، مساء الخير جميلة، انا سلمى. اهلين، مساء النور. كل شي صار معك بالشركة هلا عرفته، بعتذر كتير جميلة، سامحيني. سلمى انت منيحة؟ انا ما رح اسمح بهذا الشي جميلة، انا ما رح اسمح بهذا الشي ابدا، انا ما رح اتركك بهي الحالة ابدا، ما رح اتركك جميلة. سلمى أنا منيحة جميلة، بشوفك بعدين. مع السلامة. بعتذر كتير، نحكي بعدين. آسفة. إني مين على الخط؟ سلمى، عرفت إنه اضطريت بيع أسهمي بالشركة وزعلانة كتير. انت ليش عم يطلع بي انا هيك؟ شو في؟ فيني اعرف وين كنتي؟ كنت باجتماع شغل. اجتماع شغل؟ يعني ما بيصير بالنهار؟ انت عم يحاسب انا؟